والأم العظيمة، الأم ربات البيت، الأم اللي ربات أجيال، الأم اللي قامت بدور الأب ودور الأم يعني مرة واحدة، الأم 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 وحضن الأم وريحة من روائح الجنة أسا جمال الدين سديدي. ما غنوفيوهاش. نعم يعني نتكلموا عليها أزمينة وأزمينة ما غنوفيوهاش. نعم. مرة ماشي عادية. إياك. يعني أقوال تقالت فيها من زمان. نعم. يعني الأم وكل واحد فينا تيسمعنا كيحس بهذه شنو هي الأم. وكاين اللي ما منتابهش يعني ما قلتش واحد الوقيته ويتأمل شكون هذه المرأة. ولهذا أنا نحب نقول شي كلمة تبسط عليها. نعم. هي من تصنع الأجيال والحضارات. يعني كمعلومة الواحد ياخذها. نعم. وعلى أساسها يتصرف. نعم. يغير الطريقة دياله. يعني بحال دابا اليوم نبداو تغيير نقطة تغيير من أجل هذه المرأة. نعم. فقط ما أنسى كل شيء دابا حنا غير على هذه المرأة. نعم. أمك 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 ثم أبوك. نعم. الجنة تحت أقدام أمهات. نعم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي رمز العطاء والحب والامتنان. نعم. حبك لأمك يجعلك نقيا، يجعلك معطاء، يفقدك إحساس بالألم. نعم. أمك بلسم الجراح، أمك نور يضيء لك الطريق. وهنا ردت فيها واحد الأبيات الشعرية ديولي ديولك بسم الله نكتشفه. في جمال الدين سديدي الشاعر شاعر بسيط داكش نطلبوا من نعمان الحلال. الله. سألوني عن أمي وماذا عساني أن أقول، فقلت هي الأمان والحنان، هي هبة من الحنان المنان، هي رمز للحب وصورة للجنان، تغنى بها الشاعر والفنان، هي الحديقة الغناء في كل زمان، أمي حبيبتي والحبيبة نوعان، إحداهما مصدر الامتنان والأخرى عطاء من الرحمن، فأيهما أختار وكلاهما أحب إلي من الإنس والجن. الله. هذا قولك وهذا الجوهر ديالك وارتساماتك ويمكن مشاعرك يعني تجاه الأم العظيمة. نمشيو للشارع ونشوفوا الناس ونعرفوا ارتسامات الناس من خلال عصام قشيقش اللي كيتسنانا ونشوفوا الناس شنو كيقولوا في الأم. صباح الخير عصام. صباح الخير جيهان، صباح الخير أستاذ جمال الدين سديدي، صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية لكل أمهاتنا في هذا الصباح. بدوري كنقدم أطيب التهاني وأحلى الأماني للأمة المغربية فين ما كانت، متمنياتي لها بالسعادة والهناء والصحة وطول العمر. وهذه ارتسامات ديال الناس غنتكلموا جيهان من خلالها كما قلتي على الأم، أسمى ما في الوجود وأغلى ما في الحياة. صباح الخير. صباح الخير. تعرفوا عليك؟ ياسين ساقي. ياسين، كلمتك في هذا الصباح لكل أمهات شنو كتمثلك الأم في حياتك؟ بمناسبة هذه الذكرى كنقدموا تحية للأم المغربية وكنتمنوا لها مسيرة مزيانة إن شاء الله وتتمتع بجميع الحقوق ديالها، وكنقدم تحية خاصة للأم ديالي إلهاب، وما كرهتش زعما المكانة ديال الأم تزيد ترقى في هذا المجتمع. صباح الخير. صباح النور أخوي، سميتي حميد. حميد، كلمتك في هذا الصباح للأم ديالك. كنبغيك الوالدة ديالي الله يحفظك ليا، الله يسهل عليك، ولأمو ميش الله يرحمها، وكنبغيك الوالدة ديالي الله يخليها لك. امين. الله يحفظك اخويا العز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد النوري عبد الله. سي عبد النوري عبد الله، الام في حياتك والام في حياه الناس. واخويا الام هي كل شيء، الام هي الحياه، هي اللي ربتنا، هي اللي دارت لنا اي حاجه في الحياه، وهي اللي خلاتنا نوليو قدها كبعدا. باش نهضر انا باش غادي نعطيها هي واحد الميزه راه عطاتها ليا قبل، هي الاولى عطاتها ليا. المهم اخويا الام هي كل شيء بالنسبه ليا انا، ما كانتها ماشي كبيره اكبر من كبيره، الا كانت شي حاجه اكبر من كبيره راه هي الام. الامهات المغربيات هذا الصباح سمعونا في اللقاء المفتوح شنو تقول لهم؟ الله يخليكم لينا والله يخليكم قدوة لينا، والله يجعل ربي يسهل عليكم كما خليتونا هكا نوليو كبار وكبرتونا، والله يجعل ربي يعطيكم شي حجة أنا بعد اللي سنضمن على الأمهات كاملة المغرب، الله يجعل ربي يعطيهم شي حجة في خبر النبي. يا ربي أمين، الله يحقق لكل أمهاتنا في هذا الصباح كل ما يتمناوه. تبارك عليك سي عبد الله. شكرا خويا، بارك الله فيك وبركة في الإذاعة الوطنية. جيهان محلي مجموعة ديال التلاميذ، صباح الخير. صباح النور. شو سميتك؟ مريم. مريم، كلمتك في هذا الصباح لماماك. كنبغيك بزاف والله يجيب لك العون معانا، خصك يوم تكريم بزاف هاد الحاجات اللي كديري لنا في حياتنا كلنا، حياه ديالنا كتسهري علينا كتربينا كتعلمينا كتوكلينا. شكرا مريم. اش كواجب؟ صباح الخير. صباح الخير. ايا شنو تقولي لماماك في هذا الصباح هذا؟ نقول ماما الله يخليها ليا ويخليها دائما في جنبي والهلا يخطيها عليا. الله يخليها لك.
امين. السلام عليكم. عليكم السلام. كلمتك في هذا الصباح الام ديالك. الام ديالي هي حياتي، هي كل شيء، هي اللي تنصبح عليها باش يدوز لي النهار زوين، تنمسي عليها باش نصبح مزيانه. بلا بها حياتي ما عندها حتى شي طعم. الله يخليها لينا ولا يخلي لجميع امهاتهم. يا ربي امين. صباح الخير. صباح الخير. واخا نعيا ما نقول لك، ما غاديش نقول زعما جو بوغي با تيكسبريمي شنو كنحس انفير ما مير. ما ميرسي مونتو. ماما هي ما ميغ امي، هي عائلتي، هي سي مومون دونغو. الله يخليها ليا يا ربي، والله يخلي لكاع جميع الناس اللي مامون ديالهم. الام راه شي حاجه، والام شي حاجه. وحنا في هذا الصباح مازال كنهنئوا كل امهاتنا المغربيات في هذا الصباح في هذا الميكروفون المتنقل. صباح الخير. صباح النور. الام ديالي واخا انا هي ما نهضر حتى الغدا في الصباح، ما نستوفيش لها حتى شويه من داكشي اللي كدير. هي كل شيء، هي بلا بها ما نسوى انا والو، ما يسوى حتى شي حد في هذه الدنيا. زعما اي ام راه كتمثل لولادها وكل شيء، راه هي كل شيء في حياتهم. دونك الله يخليها لينا ديما وديما تبقى معانا ان شاء الله. صباح الخير. معنا واحد الام. الام هي اسمى ما في الكون، هي اسمى ما في الوجود. شنو تقولي الامهات المغربيات في هذا الصباح؟ يكفي قول الله تعالى ان الامه ان الجنه تحت اقدام الامهات. هذه اسمى كلمه وانبل كلمه يمكن نوجهها للامهات كاملين. شكرا جزيلا. الله يحفظك. صباح الخير لاله. صباح الخير سيدي. لاباس؟ على خير الحمد لله. كل عام وانتي بألف خير الميمه. وانتم بخير. الميمه هي الكل في الكل، وهي مدرسه اذا اعدسها اعدس شعبا طيب الاعراق. ديما بجانب الراجل ولا ما كانش المراه من الراجل ما كاين حتى حاجه. الحمد لله ولا لا يخطيها علينا. لا من يا ربي يا كريم. هذه كانت اذا ارتسامات وانطباعات الناس بمناسبه عيد الام، اللي كل واحد كيعبر على ما في قلبه وكيعبر على امتنانه وعرفانه للعطاء ديال الام المغربيه، اللي هو عطاء لا منتهي ولا محدود. شكرا لمشاركتهم معنا ضمن هذا الميكروفون المفتوح في برنامج اللقاء المفتوح. عودة لك جيهان، وعودة لمواصلة بقية هذه الحصة من اللقاء المفتوح. الحنينة وصى عليها الرحمن، هادشي مذكور في القرآن. ورد عليا صدر الحنين، رضاك ما نهمتين. عصام قشقش كان موفق يعني في هذا الروبورتاج وفي هذه يعني ارتسامات في الشارع. ويمكن استاذ جمال الدين السديدي كان بغيك جامعه ولما جامعه ولما الحب. استاذ جمال الدين السديدي كان بغيك الام العظيمه، الام المعطاءه. وصراحه احنا مجتمع يعني وكنقول باز باز مسخوط الوالدين وباز ليه كيفاش كيعيش. اليوم نكونوا ايجابيين. كيفاش غادي يعيش؟ كيفاش ما عرفش كيفاش عايش؟ راه عايش ومسدود عليه البيبان، مسدود عليه البيبان. فما بالك الا كنتي يعني مرضي وكنتي ديال امك وكنتي تحت رجلين الوالده ديالك، فاكيد البيبان كلهم كيتحلوا. اكيد. والباب الاول هو ديال الله سبحانه وتعالى. انا غنسال دابا المستمعين والمستمعات ومعاهم سي عصام، يعني اروني وظيفه اهم من الامومه. ابدا ما كايناش. يعني الامومه كوظيفه راه يعني، ولهذا احنا انا غادي نعطي واحد التدريب. نعم. بالنسبه للام، مادام هاد الاقوال اللي تقالوا السي عصام وكل شيء تيبغي الام ديالو. نعم. بل اكثر من هذا، كاين اللي ما قدرش تيعبر يعني. نعم. قال لك راه فوق فوق اي تعبير واي كلمه واي وهنا هنا غادي تفسير. نعطي واحد التدريب ان شاء الله. كل واحد فينا ياخذ السيلو ورقه ويجاوب. عندنا ثلاثه ديال النقاط. هل تشعر بالامتنان لامك؟ نعم. وانت جاوب. السؤال الثاني، لماذا تشعر بالامتنان لها؟ نجاوب. حيت خصنا نفيقوه. نعم. خصنا نفيقوه. راه كنتي ملي كنتي جنين راه باقي ما خرجتي، وكانت عندك دقيقه، وكانت عندك جوج دقائق، وكانت عندك خمسه دقائق، راه خصك تنتبه ليها. وشكون اللي كان تيجري؟ غير كتقول اح ما كيديهاش النعاس. وهي الاغنيه ديال سيدتي الحبيب، وانا ديما كنبغي نرجع يرجعوا الاغنيه ديال سيدتي الحبيب ديال محمد عبد الوهاب. تواصل معها الان. من بعد ما جاوبتي على رقم واحد ورقم جوج. نعم. تواصل معها الان. نعم. بهدية، بقبلة، بضمة، بابتسامة، بمكالمة. عبر لها عن حبك. نعم. وامتنانك لكل ما قدمت لك. نعم. بل فقط لأنها أمك. نعم. لا تنتظر، بادر فأنت قادر. نعم. قبل أن تغادر. نعم. إذن هذا كتدريب. نعم. أنا عندي الأم ديالي وأنا تنقول هذه الأم راه ما كاينش بحالها ورائعة، وخا ما غنوفيهاش. واش كدير؟ إوا تحرك. شنو درتي لها؟ واش كتخلي الابتسامة على وجهها؟ واش ما كتخليش الدمعة عليها يعني بالليل؟ الأم غالية جدا وبغات هذاك الفرحة، بغات مني تكبر هي في السن محتاجة
اللي تصمت ليها السند تصمت ليها، راه ماشي تدخل تعطيها الفلوس وتقول لها بخير ما خصك تاخي، لا لا خصك تجلس. نعم في الاولويات ديالك. نعم. خلي ليها مكان شاغر. نعم. امك بلاصتها. ما كاينش الاعذار. نعم. ويكون ديال الاعذار، كون في دائره التاثير وما تكونش في دائره الهموم. ناخذ مكالمتنا الهاتفيه ونقولوا لامينه من مراكش. صباح الخير امينه. صباح النور بنتي جيهان، كيفاش بنتي؟ كلكم كتشكون بناتي. الله على هاد بنتي وشكرا ليك على هاد الاحساس. وكنشكر للحليمه بزاف 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 اللي كتعطي وقتها مزيان. الله يعطيها صحيحتها، الله يعطيها صحيحتها. وكاع المصطفات اللي كنسمعهم وكنعرف الاسماء ديالهم ولكن تيتنساو عليا دابا حيت بغيت نهضر. كاينه نوال دابا وكاينه حسنة، كاين تبوشرة معنا بن عقا، كان كلشي كلشي معاكم. الله يحفظهم. عرفتي راه كلكم عرفتي كنت كنوض الصباح مع الفجر، كنصلي الفجر وكنبدا نصنت الاذاعه الوطنيه. وإلا قلتي انت وانا كنصنت الاذاعه الوطنيه راه ما تثقوش بيا. شحال من عام؟ راه من 73. 73؟ اييه، من عهد السيده ليلى. وما شاء الله عليك، شحال في العمر دابا لالا امينه؟ دابا عندي لالا تكون عندي دابا 54 عام. تبارك الله، وصل على النبي. باقا صغيره، باقا شباب، باقا شباب. خير نخطيكم، نخطيكم لالا. وبغيت نقول لكم كاع اللي عندها عندك الميمه ديالك الله يخليها لك، والدكتور اللي عندهم ميمته الله يخليها لك، وكلهم كاع الناس اللي عندهم ميماتهم الله يخليهم ليهم ويحفظوهم. الله يرحم الاموات. ويستر معاهم ويعطيهم الرضا ديال الدنيا والدين. اللهم امين لالا امينه. وبغيت نقول لك، اش بغيت نقول لك؟ والله العظيم لا، راني ام صالحه. الله والله العظيم ام صالحه. ايه وبنيت الناس وكلهم وليداتهم كنحسبهم بناتي وولادي، وعرفتي شنو كيتبادل معايا؟ هذاك الحنان اللي كنعطيهم. باينه فيك انت حنينه. باينه حنينه من هضرتك لالا امينه، باينه حنينه. باين قلبك كبير، باين قلبك كبير. عرفتي عطيتها الحنان اكثر من القياس. هذه بنيه عمرها ما عمرها هي انا بنتي، انا بنتي ما ردتش عليا باش الحنان كيما كنعطيه لها انا. عمرها ما كتقول لي امي راه كنحن عليك، امي كي بقيتي امي. عمري عمري شي حاجه ما قلتها لها خايبه، هي بتحن فيها الحنان. نعم الحنان اكثر من الماديات، وما نقول لك الماديات راه غرقتها فيهم، والحنان غرقتها في الماء في الحنان ديال الام. الام ام ديال تيت المعقول. نعم عمر وتزوجت بنتي وما رضيناش العلاج وجهها، وفي الاخر نعم تقبلنا الواقع. نعم وشدينا وليدها دابا مربيها وكنعطيه الحنان اللي كنت نعطيها هي. وعمرها ما كتقول لي اش امي سمحي لي امي لا عذبتك امي سمحي لي انا خليت لك ولدي امي ولا تقول لي امي تتقول لي امي لا بغيت شي حاجه. نعم ودابا كنصور الدكتور الله يجعل ربي يخلي ليه ميمته ويخلي ليه وليداته ويحفظهم من كل شر ومن كل اذى. يقول لي يقول لي شي حاجه اللي تريحني وتريح لي صدري وتحيد لي هاد الغمه اللي في صدري. واليوم لالا امينه اليوم راه لالي الدوم، اليوم ما بغيناش الدم، راه ما بغيناش الدمية تيهبطوا. امينه الله يخطيك بنيتي، الله يحفظك الله يحفظك. عرفتي اش تقولي لي؟ امي ما كنوصف بها كانك ناسي. الله يكبر بك لالا امينه. استاذ جمال الدين لالا امينه وحنا فرحانين انك تواصلتي معنا لالا امينه. يخطيك اسيدي الله يحفظك. وحنا اليوم تنتكلموا على الام، يعني اي ام، حنا بغينا لالا امينه هي تستشعر العظمه ديالها، بغيناك تستشعري انت ام عظيمه، ما تنحانيش وما تبكيش. الناس الاخرين اللي يبكيو، انت هي القدوه ديالنا، انت الشجره تعطي ولا تاخذ، انت اللي ما كاينش الانا، يعني انت هذيك اقتحام العقبه، العقبه هي الانا. غادي تركزي لالا امينه. شتي الفرحه ديال بنتك هي فرحتك. ما تسنيش منها العطاء، يعني غتغيري النظره ديالك للام. اولا غادي نطلب منك لالا امينه تهلاي في راسك. تهلاي في راسك، بمعنى امينه توحشاتك. لبسي مزيان، تأنقي مزيان، كلام ايجابي لك. ما تبقاش تسني من الاخر ديما فيهم بنتك تعطيك. وكوني على يقين انها تعطيك. لان غادي نهضر معك انا بكلام الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اذا شنو غتركزي لالا امينه؟ الكلام الطيب، غتكوني النحله فقط، وغادي نديرو معك غير هذا الاسبوع فقط كافي، وغتشوفي النتيجه باذن الله. علاش النتيجه باذن الله؟ كتمني انت شي كلمه زوينه من عند هذيك البنت. نعم. معنى انك بغيتي الخير الامينه. نعم. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. لكن لا بد لالا امينه باش نكونوا صرحاء مع انفسنا، خصنا نغير الطريقه كيفاش كنتعامل مع هذه البنت. حيت قلتي في كلامك انها كنت رافضه هذا الزوج. نعم. شنو الطريقه اللي ندير دابا؟ هذا واقع انها مزوجه. نعم. غنتكلم عليه رائع،
وغادي نحاول نحبه وسأبحث عن الخير فيه باش نملك قلبها. نعم. لأن هي كتبغيه. نعم. ما تقلبيش على السلبيات. الشعار ديالك التغافل التغافل ألا لا أمينة. فيما تلاقي بنتك قول لها زينتي هذا المشطة ديالك جات رائعة وزال انت ما شاء الله عليك. هضري غير على الإيجابيات فقط. انت النحلة لا ترى إلا طيبا ولا تقع إلا على طيب ولا تخرج إلا طيبا. وشكر لي هذاك الزوج ما شاء الله وأنا راه كنت غلطة. اعتذري فورا اعتذري فورا أنك هضرتي في هضرة خايبة لأن هذوك دي سيكاتريس عند بنتك. نعم. دابا غنشوف غير الحوايج الزوينين في بنتي وما تسنايش الرد ديالها. انا غادي نقول الخير فيها وفي الزوج ديالها ونتقرب للزوج ديالها وشري ليه شي كرافطه شوف الحاجه اللي عزيزه عليه وقول ليه كلام طيب باش تملكي قلبها. هذا كيتسمى العلائقيه. العلائقيه شنو هي؟ قصه حكيناها مرارا كنبنيوها كاينه واحد القصه قديمه يعني خرافيه ديال الايوزه والبيض الذهبي. يعني خص يكون توازن ما بين القدره الانتاجيه والانتاجيه. القدره الانتاجيه هي بنتك ركزي على الحلاوه ديالها ما تقوليش غتعطيك يكفي انها بنتي كنحبها هي هذا عطاء نعمه هبه من الله هبه الله مسميهم بشرى مسميهم هبه نعمه هذه عطاني الله وانا فرحانه بها وكنسقيها وكن بحال انا بستانية ومعاونها وشدني وليدها وكتربي لها وليدها راه ومني تسالي غير تخرج بنتك قولي يا سلام عليا انا لالا امينه انا رائعه انا تبارك الله انا ام عظيمه. نعم والله سترين عجبا لالا امينه. ما تسنيش العطاء العطاء علاش انا دابا بنتك راه هي مخلوق. انا كنعامل المخلوق من اجل الخالق. انت دابا طاعت الله. نعم. تقربي لبنتك. نعم. تهلاي في الزوج ديالها قولي ليها كلام عليه راه فيه بزاف الحوايج زوينين بزاف الحوايج زوينين غير شوفيهم والله هذا هو الشفاء ديالك الوحيد. انا تنقول لك الوحيد ما تقلبيش يعني راه الدواء ديالك فيك. نعم. وما تشعره. طيب ناخذ فاطمه من صفرو. صباح الخير لاله فاطمه. صباح الخير مرحبا مرحبا لاله فاطمه. الحمد لله بصحه لاباس. ربي يخليك الله يكبر بيك لاله فاطمه تفضلي. الله يجزيكم بخير سمحوا لنا الله يرحمها. مرحبا مرحبا الله يعطيك الصحه بغيت نسول دكتور جمال الله يجازيه بخير. مرحبا لاله فاطمه. الله يرحم والديك اسيدي. بغيت نسولك على واحد الوليد عندي دابا عنده 12 عام كيقرا في السابعه. ودابا هادي ولا البارح غير بالليل قال لي خوه بلي راه ما شفتو كيدير ديك الفقة في الدو ديك الطويله ديك الطويله الصفراء الغطاء كحل. اييه اييه وكيدير بحال كيشمها. دابا انا شريتها له على اساس باش يلصق الخرائط ولا شي حاجه. اييه هي كيشمها وكيدير شويه في الدو وقال لي خوه صغير راه كيشمها ماما. نعم. ودابا انا ما نكذبش عليك تصدمت ما عرفت شنو ندير. لالا فاطمه ما تصدمي والو. الحياه فيها المشاكل فيها العقبات وغادي نعتبروا هذه العقبات او الحوايج الخايبين اللي كنشوفوا هي فرصه لاحسن من ذاتي. كنسال السؤال شنو كاين في الدار؟ واش نتوما مقادين؟ بمعنى واش ما كاينش النكاد؟ كاين نصائح بزاف غادي نقص منهم غنتقرب لولادي. الا كانت علاقتك ماشي تالتما مع الراجل غتحسنيها. لالا فاطمه دابا غادي تهضري غير الحوايج رجعي بحال دابا مثلا انا وجيهان وعصام حنا في الاستوديو وبغينا نجيو عندكم غتعرضوا علينا. مزيان لالا فاطمه كيفاش غتوجدي الدار ديالك وكيفاش غتلبسي؟ نوجدها مزيان مزيان ودابا وجديها بحال حنا جايين يوميا تكوني رائعه والهضره الزوينه مع الولد ديالك. والحاجه الثانيه لالا فاطمه الا ما كانش داخل الرياضه دخلوه فورا فورا دخليه للرياضه. دايره له الرياضه دايره له الرياضه فهاد مؤخرا ولا كيقول لك ما نمشيش. هذه هي قوتك. انا قبل ما نتزوج بابا كنت كنتمنى يكون عندي ولد وعنده العضلات وعنده الجمال الجسماني. قول ليه دير لي هاد القضيه غير على ودي ما تقوليليش على وجد داكشي اللي كديري داكشي اللي شتيه غير تغافلي ما تهضريش. ما تغيريش الطريقه ديالك معاه تقربي لولدك حبيه بوسيه عنقيه ولكن ما تكونيش حزينه. انسي يدرى غير يعني بحال حاله ودايزه مزيانه لاله فاطمه. هو دابا حنا جايين عندك هو تهلاي في راسك. مرحبا بكم غنلقي في الزيو لعندي. مرحبا لاله فاطمه راه بحال ضيفتينا بحال ضيفتينا. مرحبا الله يرحم الوالدين وما تشوفي غير كل ما هو زوين ان شاء الله في وليداتك. امين يا ربي امين. وكل الامهات اللي دائما هذا هو هدفهم. استاذ جمال الدين السديدي شكرا لهاد المستمعات اللي كانوا معنا. شكرا لهذا القلب هذا الكبير اللي تكلموا به وهذا القلب المفتوح اللي تكلموا به. لاله امينه من مراكش كنتمنى ان شاء الله تكون في الاستماع
أننا معاها وأنه ربما وليداتنا ما كيكونوش بحالنا أستاذ جمال الدين سليم. أكيد ما يمكنش أنا رانا حنينة بزاف 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 غنولد بنت ولا ولد حنين بزاف 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 يعني وتالحب دوزاج كميات في القلب عطاه لنا الله سبحانه وتعالى. واحد الملحوظة ضروري نقولوها. نعم. واحد الملحوظة ويسمحوا لنا الأمهات احنا دابا اليوم ديال الأمهات لكن بعض المرات ما نقولش بلا أنا راه بخير حيت الآباء والأمهات باش يحبوا ولادهم بالفطرة لكن العكس غير صحيح ولادك باش يحبوك بالفطرة أبدا خاصك تشتغل عليها أنهم يحبوك. نعم. يمكن يحترموك ولكن ما يحبوكش شنو درتي واش تقربتي لهم واش انت نكادي واش كتنصح بزاف غير واش عنفتي واش عنفتي واش ما كانتش علاقه طيبه ما بين الزوج ديك. نعم. الزوج او الناس اللي كيضربوا لكن واش ممكن نصلحوا اكيد نركزوا على الجوانب الزوينه في ولادنا فقط والكضوات والشهيوات وحنا فرحانين والله نملؤوا الحب في الدار غادي يكبر الورد. الورد بيكو معك أستاذ جمال الدين سديدي وبحضورك في استوديو 4 وفي هذه الفقرة هذه ديال وليداتنا أكيد كنحسوا الوريدات طالعين من الراديو هذا إحساس حتى ديال المستمعين والمستمعات شكرا لك على الحضور. مرحبا.